اليوم رح نحكي عن علاقة الأهل مع الأبناء. بنلاحظ أنه غياب الصداقة الأسرية بتزيد الفجوة بين الأبناء والأهل. ضروري 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 أنه يتعمم ثقافة الصداقة في البيوت بين الأهل والأولاد. وما في شك أنه تربية الأبناء هي مسؤولية الأبوين، عشان هيك لازم يبنوا جسر مع أبنائهم عشان يضلوا قريبين وفي بينهم تناغم وإنهم يحاولوا يستوعبوهم. وأفضل طريقة ناجحة في التربية هي بإنشاء صداقة قوية بينهم، وهي الصداقة بتخلق جو مليان ثقة وألفة وتفاهم بين الطرفين. لكن إذا اختفت هاي الصداقة وغابت عن المشهد، راح تصير العلاقة بين الأباء والأبناء علاقة متوترة ومتأزمة، بسبب أنه ما في رابط أو تفاهم أو حتى حوار، وبصير في خلافات وانشقاق بسبب أنه لغة الحوار مش موجودة، وبهيك بصير في فجوة كبيرة بين الأباء والأبناء.